صباح الخير من برنامج يوم سعيد، معاكم نورهان دويب اخصائيه التغذيه. هعمل معاكم النهارده وصفه فطار. هنعمل فطاير بالجبنه، المكونات هتظهر على الشاشه وهقول لكم كمان المكونات. كل اللي احنا محتاجينه جلاش وزبده، جبنه فته، ممكن نستخدم بدلها جبنه قريش، جبنه موزاريلا وزيتون اخضر وحبه البركه. يلا نبدا في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هجيب عجينه الجلاش. عايزه اقول لكم ان انا الوصفه دي يعني اي حاجه بحاول ان انا احولها لطريقه اعملها بطرق صحيه. يعني الجلاش طبعا معمول من الدقيق الابيض، فانا هحاول ان انا اخلي الوجبه مور نيوترينتس. فهعمل فيها ايه؟ هزود فيها البروتين، زي هنا هزود فيها الجبنه، استخدمت فيتا تشيز وموزاريلا عشان ازود البروتين واخلي الوجبه عاليه في القيمه الغذائيه. هجيب عجينه الجلاش وهبدا ان انا افردها، وبعد كده هفرد عليها، احط عليها زبده. وعايزه اقول لكم ان الزبده دهون طبيعيه ان احنا نعتمد عليها، الزبده صحيه. كده دهنت الاطراف بتاعت عجينه الجلاش، وبعد كده هبدا ان انا احط فيها الجبنه اللي عندي، احط فيتا تشيز واحط كمان موزاريلا. ممكن بقى تضيفوا الحاجات اللي انتوا عايزينها، عايزين تضيفوا تزودوا الخضار، ممكن كمان سبانخ بتكون حلوه جدا، وزيتون، اي اضافه انتوا عايزين تضيفوها ممكن تضيفوها. وهبدا ان انا هلف الجلاش كده، تمام. هلف الجلاش عندي كده، هاخد واحدة كمان لان هي هلفه كده عليها عشان اتفتحت مني. هدهنها زبدة، بعد كده حطها على النار. هدهن برضو المقلاية اللي عندي زبدة، وهبدأ ان انا احمر فيها هعمل واحدة كمان. هدهنها برضو زبدة. ممكن بقى تبدأوا زي ما بقول لكم في الخلطة، تعملوا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حابينه. هقلبها على الناحية التانية لحد ما تتحمر، هي بتاخدش وقت خالص. هحشيها برضو موزاريلا وجبنة. حط زيتون، هبدأ ان انا اقفلها. وهي فتحت مني فهبدأ ان انا برضو احط واحدة كمان، لفة كمان، وهدهنها برضو زبدة. شوف اللي على النار دي، تمام كده هي استوت معايا. هبدا ان انا احطها هنا في طبق التقديم، وهعمل واحده كمان. احط اويل المره دي، مش بتاخد وقت خالص. دقايق انا بقى على الوش هحط هنا حبة البركة وشوية عسل، بجد بيكون التست بتاعها حلو جدا. هنشوف اللي على النار دي، هنقلبها.
خلاص هي اتحمرت، مش بتاخد وقت زي ما بقول لكم. بجد كده الفطار ده كده مع جرين تي بيكون خطير، وفطار سريع ومش بياخد وقت وتغيير. هي كده خلاص معانا، حط برضو عليها حبة البركة وعسل نحل. حبة البركة بجد بتضيف للأكل تست خطير، غير ان هي كمان مفيدة. ودي كده وصفة فطار النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من يوم سعيد، وهينزل دلوقتي على الشاشة وصفة غدا.